الآن نتهيأ روحيا لقداسة عظيمة لمولانا الإمام الرضا عليه السلام ولرايته المباركة، حيث قدموا وفد الأمانة العامة للعتبة الرضوية المقدسة براية الإمام الرضا عليه السلام من محافظة مشهد المقدسة إلى كربلاء الحسين عليه السلام. الآن نستقبل وفد الأمانة العامة للعتبة الرضوية لتسليم راية الإمام الرضا عليه السلام للسيد أمين عام العتبة الحسينية المقدسة، وكذلك تسليم راية الإمام الحسين عليه السلام لتصل التهاني من حرم المولى أبي عبد الله إلى حرم المولى علي بن موسى الرضا عليه السلام، تصل إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام، حرم التبرك والمباركة من القداسة الرضوية من حرم الإمام الرضا. راية الإمام الحسين عليه السلام تسلم إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. وأيضا خاتم المرمر الشريف للحرم الحسيني. والذنوب هواي كفتها ثجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا.